التقس في العالم العربي. العالم العربي كبير، مساحته أكثر من 13 مليون كيلومتر مربع، ولكن أكثره صحراء. مثلاً 97% من مساحة مصر و 99.9% من مساحة السعودية صحراء أو مناطق صخرية. أكبر الصحراء في العالم العربي هي الصحراء العربية الكبرى في شمال أفريقيا والصحراء الروب الخالي في المملكة العربية السعودية. يختلف التقس من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة في نفس البلد في العالم العربي. في المناطق الصحراوية التقس حار جدا في الصيف وبارد في الشتاء، قد تصل درجة الحرارة في الصيف إلى أكثر من 120 درجة فارنهايت في شهور حزيران وتموز وآب، يونيو ويوليو وأغسطس، ولا ينزل في الصحاري مطر كثير وثلج. وفي المناطق الجبلية مثل شمال العراق وجبال لبنان وجبال أطلس في شمال أفريقيا، التقس بارد في الشتاء ومعتدل في الصيف، وينزل في هذه المناطق ثلج ومطر كثير. Made with DoodleCast Pro.